تحت شعار القضية الوطنية انتماء واعتزاز، حطت القافلة الوطنية حول الصحراء المغربية بالمؤسسات السجنية رحالها بالسجن المحلي بالعيون، المحطة ما قبل الأخيرة ضمن فعاليات هذه القافلة. وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الرامي إلى تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع وتعزيز روح المواطنة في نفوسهم. هي مناسبة أيضا لتمكين هذه الفئة من المواطنين من التعبير عن وطنيتهم وما يكننه من حب وإخلاص لهذا الوطن، وعمد استعدادهم المستمر للدفاع عنه في بشكل مستمر بالغالي والنفيس. وهي مناسبة أيضا تم من خلال تنظيم العديد من ورشات التأطير وكذلك تنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية والندوات العلمية والأنشطة الرياضية. وترم هذه القافلة دعم برامج التأهيل والتربية الموجهة لنزلاء المؤسسات السجنية، مع التركيز على غرس القيم وإتاحة الفرصة أمام هذه الفئة للمساهمة في الدفاع عن القضية الوطنية، تعزيزا لروح المواطنة والمساعدة في تأهيلهم للاندماج مجددا في المجتمع.